بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث برواياته، رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أنه شك في رفعه، يعني هل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذات عرق لأهل العراق، أم أن جابر رضي الله عنه هذا من اجتهاده. والرواية الثالثة في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. هذا الحديث جاء بأربع روايات. الرواية الأولى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. والرواية الثانية عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية إلا أنه شك جابر رضي الله عنه هل يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه هو الذي وقت ذات عرق، يعني هو الذي قال ذلك جابر. والرواية الثالثة في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق. والرواية الرابعة رواه عند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. الحديث السابق الذي معنا ذكر فيه المواقيت الأربعة: ميقات أهل المدينة، وميقات الجحفة للشام وما حوله، وجهاد والسيل الكبير لأهل نجد والمشرق، ويلملم لأهل اليمن. أربعة مواقيت مكانية محددة معروفة وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة مرفوعة إليه صلى الله عليه وسلم. أما ذات عرق التي هي ميقات أهل المشرق، أهل العراق وما حولها من البلدان، فالتوقيت لها ثابت أنها بالضريبة، أنها بذات عرق، أنها بالعقيق،
وكلها أسماء متساوية متقاربة في منطقة واحدة، وروايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة وعن جابر وعن عمر وعن ابن عباس. فميقات أهل العراق هو الذي مشكوك فيه، وروايته صحيحة، رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أن عمر رضي الله عنه، حديث جابر رضي الله عنهما، إلا أنه رواية شك في رفعه، شك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا من رواية الصحابي، باحتمال رفعه كما في حديث عائشة. وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل المشرق، وشك الراوي في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية الثالثة أن عمر رضي الله عنه لما أتاه أهل العراق، لما فتحت والعراق وسكن الناس في البصرة والكوفة، جاءوا إلى عمر قالوا يا أمير المؤمنين، إن بلا طريقنا ليس فيه ميقات، ونحن بحاجة إلى الميقات الذي نحرم منه، فمن أين نحرم؟ ويشق علينا أن نذهب إلى ميقات أهل نجد اللي هو السيل. فقال انظروا من طريقكم، انظروا حذوهم من طريقكم، فتشاوروا إياهم حتى قرر لهم ذات عرق. فهذا من توفيق الله جل وعلا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل المشرق، وإنما حسن اختياره أنه اختارها لأنها تناسب الحلي، تناسب ميقات أهل نجد بحذوها. وأن أحمد وأبي أحمد الإمام أحمد رحمه الله وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وقت عليه المشرق العقيق، فالعقيق وذات عرق والضريبة وغيرها من الأسماء كلها في منطقة واحدة متقاربة، كلها ميقات لأهل تلك الجهة، من جاء من جهة العراق سواء بسواء، كلهم يحرمون من تلك الجهة، ومكان الإحرام مكان لا بد أن يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته أو حدده الصحابة ولم يخالف فيه أحد. والأحاديث الروايات هذه كلها فيها شيء من المقال. رواية عائشة رضي الله عنها يقال تورد بها القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها، وتفرد به أفلح بن حميد عن القاسم، وذكر ابن عدي أن الإمام أحمد ينكر على أفلح ابن حميد هذا الحديث، لكن صححه ابن الملقن، الملقن رحمه الله، عرفنا هذا له، وله شواهد ذكرها الحافظ بالتلخيص. وأما حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، فقد حسنه الترمذي ولكن رد تحسينه النووي. الترمذي يقول هذا حديث حسن يعني يعتمد عليه، ولكن النووي رحمه الله قال لا، فيه يزيد بن زياد وضعيف باتفاق المحدثين. وقال الحافظ رحمه الله
نقل الاتفاق فيه نظر. الحديث أحد يصحيه ويقويه وأحد يضعفه. وقال ابن الملقن: من شأن يزيد، ولحديث ابن عباس علة أخرى، هي أنه لا يعلم لمحمد بن علي سماع عن جده. هذا يعطينا دلالة على اهتمام علماء الحديث رضي الله عنهم ورحمهم وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا بالأحاديث الصحيحة من ضعيفة، وبيان الصحيح وبيان الضعيف رضي الله عنهم. مفردات الحديث، يقول: ذات عرق. نعم، اقرأ يا عبد الله. درجة الحديث. قال الحافظ: تفرد به القاسم ابن محمد عن عائشة، وتفرد به أفلح ابن حميد عن القاسم، وذكر ابن عدي أن الإمام أحمد وذكر ابن عدي أن الإمام أحمد ينكر على أفلح ابن حميد هذا الحديث، لكن صححه ابن الملقن، وله شواهد ذكرها الحافظ في التلخيص. يعني هذا الحديث شواهد، أنه من أن العراق ميقاته ذات عرق. وأما حديث ابن عباس فقد حسنه الترمذي، ولكن رد تحسينه النووي وقال فيه زيد بن زياد، وهو ضعيف باتفاق المحدثين. وقال الحافظ في نقل الاتفاق نظر: وقوى ابن الملقن من شأن يزيد. ولحديث ابن عباس علة أخرى، وهي أنه لا يعلم لمحمد ابن علي سماع من جده. مفردات الحديث: ذات عرق بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف، سمي بذلك لوجود جبل صغير ممتد من الشرق إلى الغرب بطول 2 كيلو مطل فقط، مطل على هذا هو العرق. العرق يسمى في اللغة العربية الجبل، ويسمى للرمل وللحصى المرتفعة، وهكذا يقال ذات عرق، يعني ذات الجبل المرتفع قليلا والرمل المرتفع عن سائل الأرض، يقال هذا عرق في الأرض. ذات عرق بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف، سمي بذلك لوجود جبل صغير ممتد من الشرق إلى الغرب بطول 2 كيلو فقط، مطل على موضع الإحرام من الجهة الجنوبية، يبتدئ هذا العرق شرقا، وما تحته من موضع الإحرام من واد يقال له أنخل، وينتهي غربا بواد يقال له العصلة الشرقية. وهذه الكتابة والتحديد عن مشاهدة من سكان ثقات من أهل المنطقة. ويسمى الضريبة بفتح الضاء بعدها راء مكسورة ثم ياء ساكنة واحدة، الضراب، وهي الجبال الصغيرة. واحده الضراب، ضريبة. ويقع عن مكة شرقا بمسافة قدرها 100 كيلو، والآن مهجور لعدم وجود الطرق عليه. العقيق بفتح العين وكسر القاف ثم ياء فقاف، واد عظيم يقع شرق مكة المكرمة، فهو بحذاء ذات عرق شرقا يبعد 28 كيلو متر، ويبعد عن مكة 128 كيلو متر. ما يؤخذ من الحديثين: أولا
تحديد هذه الأمكنة المذكورة مواقيت مكانية للنسك، فلا يحل تجاوزها بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة. يعني من جاء من تلك الجهة، من أي جهة كانت، جاء مر بهذه المواقع، هذه الحدود، فلا بد أن يحرم منها. نعم. ثانياً، أن ميقات من دون هذه المواقيت من مكانه الذي هو ساكن أو مقيم فيه. من نوى الحج أو العمرة من دون هذه المواقيت فماذا عليه؟ أن يرجع للمواقيت؟ لا، يحرم من مكانه ولا بأس عليه. أو تجاوز الميقات لا يريد حجا ولا عمرة، فلما التقى ببعض رفقته أشار عليه بعضهم قال لعلنا نحرم، ندخل مكة محرم، قال عزمنا إن شاء الله. فمن أين يحرمون؟ يرجعون للميقات أم يحرمون من مكانهم؟ يحرمون من مكانهم. ثالثا، أن من تجاوزها بلا نية النسك ثم طرأ له العزم على أداء النسك يحرم من حيث أراد النسك. النسك الحج أو العمرة. من تجاوز الميقات، أي ميقات؟ ميقات أهل المدينة، ميقات أهل اليمن، ميقات أهل نجد، تجاوزه لا يريد حجا ولا عمرة، ثم طرأ عليه الحج والعمرة، من أين يرجع للميقات؟ لا، ما يرجع، يحرم من مكانه الذي عزم عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. رابعا، أن ميقات أهل مكة منها، وهذا في الحج، أما العمرة فلا بد من الخروج إلى الحل، وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. ميقات أهل مكة، أهل مكة يريدون حجا وعمرة، من أين يحرمون؟ إن أراد الحج فإنه يحرم من داره ويخرج إلى منى وعرفات، وإن أراد العمرة فلا بد أن يجمع بين الحل والحرم، لا بد أن يخرج إلى الحل ويحرم منه ثم يدخل. هذا اتفق عليه الأئمة الأربعة، خلافا لما قاله بعض العلماء رحمهم الله، قالوا يحرم بالعمرة من مكة. يحرم بالعمرة من مكة، كيف هذا؟ قالوا لأنه قال عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة يحرمون من مكة. يقول: أهل مكة إذا أرادوا الحج يحرمون من مكة ويخرجون منها، أما أهل مكة إذا أرادوا الإحرام بالعمرة فإنه يلزمهم أن يجمعوا بين الحل والحرم، يجمع الناسك الحاج أو المعتمر بين الحل والحرم، فكيف يجمع بينهما؟ إن أراد الحج فإنه يحرم من داره ويخرج إلى منى وعرفات، وعرفات من الحل ومن الحرم، ومن الحل عرفات من الحل ليست من الحرم. وإن أراد الحج وإن أراد العمرة فمن أين يحرم؟ إن أراد العمرة، إذا أحرم وطاف بالبيت من أين يكون الحل؟ ما عنده حل، لا بد أن يخرج إلى الحل ويحرم منه ويدخل الحرام. هذا واضح، لأن الجمع بين الحل والحرم من كل مع كل نسك، أي نسك، أي عبادة بالحج أو العمرة، لا بد أن تجمع فيها بين الحل والحرم. إذا أحرمت من مكة وخرجت إلى عرفات فقد جمعت بين الحل والحرم في حجك هذا. إذا أحرمت من الحل من التنعيم فإنك جمعت بين إحرامك بين الحل والحرام.
أما إذا أحرمت من مكة وطفت وسعيت وتحللت فما تم نسكك لأنك أحرمت من مكة وطفت وسعيت بمكة ما جمعت بين الاثنين، فلا بد من الجمع بين الحل والحرم. ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يحرمون من مكة هذا إذا كانوا يريدون العمرة كذا أو يريدون الحج، إذا كانوا يريدون الحج فإنهم يحرمون من مكة لأنه إذا أحرم مكة خرج إلى الحل، وإذا أحرم من مكة يريد العمرة فمن أين يكون خرج إلى الحل؟ ما عنده حل، ما يسوغ له ذلك. بل قال المحب الطبري: ما أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. خلاف لما أخذ به بعض العلماء في الوقت الحاضر، قالوا إن المعتمر يحرم من داره ويخرج إلى يحرم من داره ويطوف ويسعى ويتحلل، هذا اقتراح منهم ليس مبنيا على دليل، ولا قال به بعض العلماء. أفهموا قوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يحرمون من مكة؟ يحرمون من مكة إذا كان القصد الإحرام بالحج، أما إذا كان القصد الإحرام بالعمرة فلا يسوغ له أن يحرم بالعمرة من مكة. قلت: إلا أن الصنعاني جعله قولا له ونصره بما لا ينهض فيه دليل، فإن مفهوم هذا الحديث. بل قال المحب الطبري: ما أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. يقول: ما أعلم أحد من زمن الإنسان، هذا خلافا لما عليه بعض العلماء الحاليين أو بعض المثقفين أو بعض أصحاب الشهادات، قالوا مكة ميقات لمن؟ للمعتمر، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يحرمون من مكة. يقول: من قال بهذا؟ يقول: لا، ما أحد قال بهذا، لكني فهمت أنا من قوله حتى أهل مكة يحلون ويحرمون من مكة. يقول: ما قال أحد قبلك من العلماء بهذا القول، ولا في كتاب مؤلف جديد يقول أهل مكة يحرمون من مكة للعمرة وليس بصحيح، هذا خلافا لأقوال العلماء السابقين كلهم. قلت: إلا أن الصنعاني جعله قولا له ونصره بما لا ينهض فيه دليل. ونصره بما لا ينهض فيه دليل. ونصره بما لا ينهض به دليل، فإن مفهوم هذا الحديث لا يقاوم صريحا أمره عائشة بالخروج لعمرتها إلى التنعيم في ذلك الوقت الضيق، وكذلك عضده آثار قوية وعمل المسلمين جميعا في القديم والحديث على هذا. يقول: نصره بما لا ينهض فيه دليل. الصنعاني رحمه الله قال إن مكة دليل مقاقات لأهل العمرة. يقول: ما الدليل على هذا؟ لذلك قال: يقول قوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يحرمون من مكة يشمل الحج والعمرة. نقول: لا، هذا يراد به الحج فقط، لأن مفهوم هذا الحديث لا يقاوم صريح أمره عائشة بالخروج لعمرتها إلى التنعيم في ذلك الوقت الضيق، وقت زحمة يوم 12-13 من الحج، في زحمة حجاج وكثرة ناس، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما ألحت عليه بأن تعتمر
قال اخرجي إلى الحل، والحل المحيط بمكة، أقرب الحل إلى الحرم هو التنعيم، وأقرب الحل إلى مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هو التنعيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تجمع بين الحل والحرم في عمرتها هذه. واضح هذا؟ أنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة، ما قال احرمي من مكانك هذا، قال لا أخرجي إلى الحل، أخرجي إلى التنعيم. هذا صريح في أمره صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في ذلك الوقت الضيق. كيف صار ضيق؟ لأنهم يريدون السفر إلى المدينة، فقال اذهبي للتنعيم، التنعيم خارج مكة، وأحرمي وادخلي مكة، مع أنه يريد المبادرة بالعودة إلى ما إلى المدينة، ولا يحب أن يقيم بمكة أكثر من أيام الحج. فذهبت رضي الله عنها ومعها أخوها عبد الرحمن شقيقها، فأحرمت ولم يحرم عبد الرحمن، لأنه أحرم عن المسلمين في أول الأمر، فلم يحرم عبد الرحمن رضي الله عنه، وأحرمت هي ودخلت مكة وطافت وسعت، واقتصر على ذلك ولم يلزمها بالوداع، لأن طواف هذا يكفيها عن طواف الإفاضة، طواف الركن في الحج، وطواف الركن في العمرة، وطواف القدوم، وغيره من أطوفة، اكتفى بهذا الطواف. عمل المسلمين جميعا في القديم والحديث على هذا، أن من أراد العمرة يخرج إلى الحل فيحتمل، هذا عمل المسلمين قبل أن تؤلف هذه الكتب الصغيرة وترد عن بعض طلبة العلم، قبل أن تؤلف، وما ذكروا شيئا عن هذا الخلاف إلا من هؤلاء رحمة الله عليهم، فهموها من قوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة فإنهم يحرمون من مكة، هذا نقوله في الحج، وأما في العمرة فلا. خامسا، مفهوم قوله ممن أراد الحج أو العمرة، إن من أراد دخول مكة لغير حج أو عمرة بل للتجارة أو غيرها فلا يجب عليه الإحرام، وفي المسألة خلاف يأتي إن شاء الله. بعض العلماء يقولون دخول مكة لا يحل إلا لمحرم، سواء أراد الحج أو العمرة أو غيرهما، والصحيح أن من أراد مكة لحج أو عمرة عليه أن يحرم، لكن من أراد مكة للسكنة، من أراد مكة لطلب العلم، من أراد مكة للتجارة، من أراد مكة للعلاج أو لشراء موقع أو نحو ذلك، فهؤلاء كلهم لا يلزمهم الإحرام، وإنما يلزم المحرم يلزم الإحرام لمن أراد مكة لحج أو عمرة. سادسا، جعل كل أهل جهة لهم ميقات في طريقهم إلى مكة من رحمة الله بخلقه وتسهيل شرعه لهم، فلو كان الميقات واحداً لشق على مريدي النسك. الله جل وعلا رؤوف بعباده، جعل المواقيت محيطة بمكة من كل جهة، ومن كانت جهته ليس فيها ميقات فإذا مر وحاد أحد الميقاتين فإنه يحرم منه، ولم يجعل الميقات واحداً يأتي مثلاً من نجد يمر بميقات ذا الحليفة يحرم منه، يأتي من نجد
يمر بميقات السيل يحرم منه، يأتي من نجد يحرم ويمر بطريق لملم من جهة اليمن يحرم منه، وهكذا. أما من جاء ولم يكن أمامه ميقات ماذا يصنع؟ هل يرجع للميقات أو يذهب إليه؟ لا، تخفيفه من الله جل وعلا لعباده بأن جعل المواقيت محيطة بمكة، فأنت إذا وصلت إلى هذا الميقات أحرم. أنت ما وصلت إلى هذا الميقات، الميقات على يمينك وعلى شمالك وأنت تريد مكة، أحرم إذا حاذيت أقربهما، ولا يلزمك أن تذهب إلى الميقات. مثل ما قال عمر رضي الله عنه لأهل العراق، قالوا يا رسول يا أمير المؤمنين إن ميقات السيل ميقات ذات ميقات لا إله إلا الله، أن هذا ميقات أهل نجد يشق علينا إذا جئنا من جهة العراق، فإن يشق علينا كنا نذهب له يمين أو يسار. فقال انظروا حذوه من طريقكم فأحرموا منه. سابعا، تحديد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت من معجزات نبوته، فإنه حددها قبل إسلام أهلها إشعارا منه بأنهم سيسلمون ويحجون ويحرمون منها، وقد كان ولله الحمد والمنة. قوله صلى الله عليه وسلم الجحفة لأهل مصر والشام وغيرها، ما في ذلك الوقت مسلم بالشام ولا مسلم بالجحفة ولا مسلم بالعرب اليمن ولا مسلم في أي جهة، إنما الإسلام حول مكة فقط، فتح على أول فتح مكة وما فتحت مكة، وحتى مكة ما فيها مسلم. لكنه عليه الصلاة والسلام أطلعه الله جل وعلا بأن أهل مكة سيسلمون، وأهل العراق سيكون منهم مسلمون، وأهل اليمن سيسلمون، وهكذا، وحدد لهم المواقيت قبل أن يأتوا. وقد جاءوا كما حدد صلى الله عليه وسلم، وكان طريقهم عليها رضي الله عنهم. ثامنا، تعظيم هذا البيت وتشريفه بجعل هذا الحمى الذي لا يتجاوزه حاج أو معتمر حتى يأتي بهذه الهيئة خاشعا يعني لباس الإحرام. إذا أراد الحج لا بد أن يحرم بهذه الهيئة، يلبس الإزار والرداء ولا يدخل بملابسه العادية، هذا تعظيما لبيت الله الحرام. حتى يأتي بهذه الهيئة خاشعا لله تعالى معظما لشعائره ومحارمه. تاسعا، أن ذات عرق مهل أهل المشرق ومن جاء معه. قال الإمام الشافعي في الأم أجمع عليه الناس. أجمع عليه الناس يعني ما قال أجمع عليه العلماء رحمهم الله، لأن هذا الميقات يحتاج إليه كل إنسان. ما قال أجمع عليه العلماء، أجمع عليه الناس رحمة الله عليه. دقيق العبارة الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمة الله عليهم. عاشرا، فقه عمر رضي الله عنه، فإنه وقت ذات عرق والنص فيها لم يبلغه. بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم، لو بلغه لا أخبر، لقال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميقات أهل العراق لا تعرف، فقال انظروا حذوها من طريقكم فاتخذوه ميقاتا، فقالوا حذوها ذات عرق، فقال هي ميقاتكم رضي الله عنه.
فقه عمر رضي الله عنه، فإنه وقت ذات عرق والنص فيها لم يبلغه، فجاء على وفق توقيته وليس غريبا عليه، فله موافقات كثيرة معروفة. عمر رضي الله عنه له موافقات كثيرة، وفقه الله للشرع. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الناس يدخلون عليك، البر والفاجر والشقي والسعيد، وإن نساءك تأتي وتباشر لهم، لو أمرت نساءك أن يحتجبن، لأن لك وضعا خاص أنت. فأنزل الله حجاب أمهات المؤمنين رضي الله عنه نبينا على موافقات عمر. ثانيا، جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما أجمعت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلب منه زيادة في النفقة، فجاء رضي الله عنه وجمعهن وقال: انتبهنا، لا يطلقكن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن طلقكن فسيبدله الله خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يتخير، وأول من يعطيه أنا، إذا طلب مني أعطيته رضي الله عنه. فنزلت الآية هكذا وغيرها من موافقات عمر رضي الله عنه، مع أن عمر رضي الله عنه ليس معصوم. لما حصل صلح الحديبية تأثر من هذا وما رغب فيه. فأنزل الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال: أو فتح هذا يا رسول الله؟ قال: نعم. يعني يقول: لمن أعطي الغضاضة في ديننا؟ من أسلم من أهل مكة ما يدخل المدينة، ما يجينا، ومن ارتد عن الإسلام من الصحابة يظهر إلى قريش ويرحبون به. لما؟ يما أنه من أسلم يمنع من عندنا، فكذلك يمنع من الكفار ما يروح لهم المرتد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم منا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، ومن ارتد من عندنا لهم فلا خلف الله عليه ولا عوى ولا خير فيه، ما نريده. وهكذا عمر رضي الله عنه ما قنع بصلح الحديبية رضي الله عنه، مع أن فيه فتح عظيم، وجاء كفار قريش يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من أسلم من كفار قريش يدخلهم المدينة ويكون تحت ولايته، خشية الفتنة وخشية إظهار ما لا تحمد عقباه، لأنهم تسلطوا رضي الله عنهم على الكفار وقطعوا الطريق أمامهم. فعمر رضي الله عنه وصاحب الرأي وعنده المشورة العظمى والحسنة، لكنه ليس معصوم، قد يخطئ ويصيب رضي الله عنه وأرضاه. الحادي عشر سبب. عاشرا، فقه عمر رضي الله عنه، فإنه وقت ذات عرق والنص فيها لم يبلغه، فجاء على وفق توقيته وليس غريبا عليه، فله موافقات كثيرة معروفة. الحادي في كتب مؤلفة موافقات عمر رضي الله عنه. الحادي عشر سبب توقيت عمر ذات عرق لأهل الشرق، أنه لما تأسست البصرة والكوفة وكان قرن المنازل في الشرق الجنوبي وطريق أهل البصرة والكوفة في الشرق الشمالي، شق عليهم الإحرام منه، فجاءوا فقالوا لعمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن،
وإنه جور عن طريقنا. قال فانظروا إلى حذوها من طريقكم. قال فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. فصار هذا سنة. البصرة والكوفة ما أسست إلا في عهد عمر رضي الله عنه، لما فتح الله تلك البلاد أمر عمر رضي الله عنه أن يبنوا القادة هناك للمسلمين البصرة والكوفة، يستعينوا بها ويقيموا بها ويزرعوا ويتملكوا رضي الله عنهم. فصار هذا سنة لكل من لم يأتي على ميقات من هذه المواقيت أن يحرم حينما يحاذي أقربها إليه. الثاني عشر، قال الفقهاء رحمهم الله: وكره إحرام قبل الميقات الذي وقته الشارع لموافقته الأحاديث الصحيحة ولفعله صلى الله عليه وسلم. روى الحسن أن عمر بن حصين أحرم من مصر فبلغ عمر فغضب وقال: يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم في مصره. أولا نعرف أن المواقيت هي حدود للإحرام، ولا يجوز للمسلم أن يحرم قبلها، فإن أحرم قبلها فلا بأس، لكن كلف نفسه ما لم يكلف الشرع. وقيل لعمر رضي الله عنه: إن عمران بن حصين كان في مصر فأراد الحج أو العمرة فأحرم من مصر، لبس الإزار والرداء من مصر وتوجه إلى مكة، فلامه رضي الله عنه وعاتبه وأغضبه، قال: كيف تحرم من هذا؟ يتعالم الناس بأن رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الميقات، فلما تكلف نفسك؟ والمسير من مصر إلى مكة يحتاج إلى أشهر، أيام طويلة وهو محرم، هذا يكلفه ويشق عليه، فلا ينبغي للإنسان أن يحرم قبل الميقات، وإن أحرم بعده لزمه دم، إذا كان تجاوزه بالعناية تجاوزه قصدا، قال مثلا: أنا ما يحتاج أحرم من ذي الحليفة أو أحرم من رابغ، أحرم إذا وصلت إلى مكة، إذا وصلت قريب من مكة، إذا وصلت جدة، إذا وصلت الشرائع مثلا إذا جاء من طريق الطائف، أو إذا وصلت كذا. يقول: لا يا أخي، يلزمك أن تحرم من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تفعل فقد عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تجبر نفسك ومعصيتك هذه بأن تذبح هدي. واحد مثلا جاء من نجد أحرم من الرياض، يقول: لا يا أخي، لا يسوق لك، ما تدري ما يعرض لك، تحرم من الرياض ولا تدري، قد تستمر على إحرامك وقد تضطر إلى ترك الإحرام هذا، قد تضطر لهذا. أحرم من مصر، يقول: يا أخي، تحرم من مصر وتستمر في الإزار والرداء وتجتنب المحظورات كلها من مصر حتى تصل المدينة، حتى تصل مكة، لا يا أخي، أحرم من الميقات خير لك. فالذي يحرم قبل الميقات يصح إحرامه، لكنه يكون مخطئ بالمبادرة بالإحرام قبل الوقت. والذي يتجاوز الميقات ولم يحرم إلا من جدة مثلا، جاء من الشام أو جاء من نجد وأحرم من جدة، يقول: لا يا أخي، تجاوزت الميقات وأحرمت من جدة، فعليك هدي.
على المتجاوز هدي، وعلى المحرم قبل الميقات الرجوع إلى التوبة والاستغفار وعدم الاستمرار على الإحرام، وإذا أحرم لزمه أن يستمر على ذلك. إذا أحرم من مصر مثلا ثم بدا له أن يترك الإحرام، هل يسوغ له ذلك؟ لا، ما يسوغ له ذلك. إذا أحرم مثلا من طريق الرياض من عفيف مثلا، وقبل أن يصل إلى السيل أتاه خبر عن أهله أنهم بحاجة إليه ماسة، إما لمرض مريض أو لموت متوفى أو حاجة مهلحة، ماذا يصنع؟ يلزمه أن يتم عمرته ويرجع إليهم، وإذا لم يحرم فيرجع ولا بأس عليه. هذا الذي أحرم من مصر، لو أتاه خبر بأنه يلزم أن يرجع إلى مصر، هل يرجع هكذا؟ ما يجوز له أن يرجع حتى يتحلل، والتحلل لا يسوغ له ويتحلل حتى يهدي، يهدي هدي لأجل تحلله. الثالث عشر: قال الفقهاء رحمهم الله: وكره إحرام قبل الميقات. كره، ما قال يحرم ولا قال منع، قال كره، والمكروه الذي يسوغ للإنسان فعله وتركه أولى. قال المكروه أولى، المكروه هو ما كان تركه أولى وفعله سائر، والواجب ما كان فعله واجب، والمحرم ما كان فعله محرم، والمستحب ما كان فعله مستحب، وغير هكذا. هذه الأحكام: المكروه والمستحب والواجب والمحرم والمباح، خمسة أحكام. قال الفقهاء رحمهم الله: وكره إحرام قبل الميقات الذي وقته الشارع لموافقته الأحاديث الصحيحة ولفعله صلى الله عليه وسلم. روى الحسن أن عمران بن حسين أحرم من مصر فبلغ عمر فغضب وقال: يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم في مصره. ولا يتسامع الناس، هذا خلاف السنة. السنة والواجب على الصحابي والسنة الفضلة أن يتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر: ويكره أن يحرم قبل أشهر الحج. قال في الشرح: بغير خلاف علمناه، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، ولقوله: يكره أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج. لو أحرم بالحج في شهر رمضان مثلا، يقول هذا يحرم أو يكره؟ يكره، وإلا فإنه صحيح. لو أحرم بالحج قبل أشهر الحج، أحرم بالحج في آخر يوم من أشهر الحج، صح ذلك. فالله جل وعلا جعل أشهر الحج للحج، فلا يسوغ للمسلم أن يحرم قبلها، كما لا يسوغ له أن يؤجل الإحرام بعد أشهر الحج. قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، ما هي؟ شهر شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الإحرام. لو أحرم في رمضان صح إحرامه، لكنه يعتبر مخطئ خالف السنة. لو أحرم بالحج في شعبان يكون إحرامه صحيح لكن خالف السنة. ولقول ابن عباس: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج،
رواه هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومعلقا. وينعقد الإحرام قبل الميقات الزماني والمكاني. وينعقد الإحرام قبل الزمان الميقات سواء كان زمانيا أو مكانيا. لو أحرم بالحج في رجب هل يصح حجه؟ نعم ينعقد. لو أحرم من مصر أو من الشام وتوجه إلى مكة ينعقد إحرامه؟ ينعقد. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وينعقد الإحرام قبل الميقات الزماني. ما هو الميقات الزماني؟ شوال وذي القعدة والعشر والحجة. والميقات المكاني ما هي؟ ذي الحليفة وسائر المواقيت. الرابع عشر أن الذي لا يمر من ميقات يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه. واعتبار المحاذاة أصل بنى عليه عمر رضي الله عنه حين قرر ذات عرق ميقاتا لأهل العراق، والعلماء اتفقوا على هذا الأصل. الأصل أن الإنسان يحرم من الميقات، لكن إذا جاء من طريق بين ميقاتين مثل جاء من جدة، جاء من جهة جدة مثلا يلملم على يمينه والجحفة على يساره، من أي نيهما يحرم؟ يحرم إذا حاذى أحدهما. جاء من جهة نجد ميقات ميقات أهل نجد على يمينه، وميقات يلملم أهل اليمن على شماله، من أيهما يحرم؟ إذا حاذاهما، إذا حاذى أحدهما. إذا جاء من طريق مثلا بين ميقاتين، جاء من اليمن لكن ما مر بيلملم، جاء من جهة الطائف وكان ميقات أهل الطائف على يمينه وميقات يلملم على شماله، من أيهما يحرم؟ إذا حاذى أقربهما إليه. وهكذا هذا تيسير من الله جل وعلا وتسهيل لعباده. يقول السائل هل الجعرانة والحديبية هل هي مواقيت؟ الجعرانة ليست ميقاتا، وإنما أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد دخول مكة، فيلزم أن يحرم من الحل، فكان الحل هو فيه فأحرم منه وتوجه إلى مكة. والحديبية كذلك ليست ميقاتا، وإنما من أراد الحج وقد تجاوز جدة ووصل إلى الحديبية فإن عليه أن يحرم من الحديبية. فالمسلم إذا اتجه إلى مكة ولم يقصد الحج والعمرة ثم بدا له أن يقصد الحج والعمرة، من أين يحرم؟ من مكانه الذي هو